الحمد لله الذي يسر لنا سبل التعارف والتواصل، وأنعم علينا بما لم يسبقنا به الأوائل. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يجعلنا أهلا لمزيد التيسير والإنعام والفضائل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا ينتظم في سلكها إلا سالك. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله والعمل بما فيه رضاه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، لقد تعددت نعم الله عز وجل على عباده، فكم من نعمة أنعم الله بها علينا، ولو ذهب الإنسان إلى إحصائها واستقصائها وعدها فإنه يعجز عن ذلك لا محالة. وصدق الله العظيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن تلك النعم التي أسبغها الله علينا في هذا العصر التقدم الهائل في وسائل التواصل والاتصالات وأدواتها، فهي نعمة عظيمة كالهواتف والمواقع والشبكات الاجتماعية المختلفة، نعمة إن استغلها الإنسان الاستغلال المفيد واستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. عباد الله، لقد أصبح العالم بكل ما فيه من قارات ودول كالقرية الصغيرة، بل كالغرفة الواحدة الضيقة، وأصبح أغلب البشر على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم يستعملون ويستخدمون هذه الوسائل وهذه البرامج والمواقع، يتواصلون فيما بينهم بالمسموعات والصور والمرئيات، وذلك يحقق مراد الله سبحانه وتعالى في تنوع خلق الناس. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. عباد الله، وإن هذه النعمة يحولها بعض الناس إلى نقمة بسبب سوء استخدامها، فالناس في التعامل مع وسائل التواصل بين محسن ومسيء، أما المحسن فيتقي فيها ربه ويصل بها رحمه وينشر بين الناس علمه وخيره ويكف عن الناس أذاه وضرره، ويعرف لكل من يتواصل معه فيها حقه، يحيي الحق بذكره ويميت الباطل بتركه، وينصرف عمن يصرح بجهله امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وعملا بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله ليقل أحدكم خيرا أو ليصمت. عباد الله، إن المحسن في استعمال وسائل التواصل تجدونه صالحا مصلحا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر برفق وعن علم ومعرفة، ويتجنب كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي والاستهزاء والسخرية بالدين أو الأشخاص أو الدول والشعوب أو القبائل، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا يكونوا مصدرا للإشاعات والأكاذيب، ولا يروج لها بنشرها، بل يعرض عنها ولا يعجب بها. تجده للخير فاعلا وعن الشر معرضا، يصل رحمه ولا يقطعه، ويحسن إلى كل من يتعامل معه، يعلم أنه مسؤول عن جوارحه، فلا يستمع إلى تلك المنشورات الهدامة التي تنشر الكراهية والبغضاء، ولا إلى تلك التعليقات السخيفة التي تشتمل على قبح القول وبذيئه. تجده إذا تكلم لا يقول إلا صدقا، وإذا كتب لا يكتب إلا حقا. يعلم أن جوارحه ستشهد عليه يوم القيامة بما له وما عليه. يقول سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويعلم أن الملائكة تكتب عليه ما له وما عليه، يقينا بقول الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عباد الله، أما المسيء في استعمال وسائل التواصل فتجدونه يتخبط بين وسائل التواصل بلا علم ولا هدى، ويتبع خطوات الشيطان في كل ما يزين له من الضلال، فلا يميز بين حق ولا باطل، ويتعجل في نشر الأخبار صادقة كانت أو كاذبة، وينشر ما يثير الشك والريبة والبغضاء في المجتمعات، وما يؤدي إلى الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في الأوطان، مما يضر البلاد والعباد، بل قد يقع في نشر الأحكام الفقهية الخاطئة فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، أو في نشر الاعتقادات المذهبية الطائفية الفاسدة فيرمي الناس بالفسق والفجور والكفر والعياذ بالله، بل قد يقع في الكذب على رسول الله بترويج ونشر الأحاديث الموضوعة المكذوبة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تحقق من صحة هذه الأحاديث، وكأنه لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. عباد الله، بعض الناس يعتاد استعمال وسائل التواصل حتى يصاب بإدمانها، فتشغله عن أعماله وواجباته وعن عباداته وصلاته،
وينعزل بسببها عن عالمه الواقعي ومجتمعه وعن التواصل مع أصدقائه وجيرانه وأفراد عائلته، بل قد ينشغل عن القيام بواجباته الزوجية ورعاية أبنائه الرعاية الصحية والتعليمية والأخلاقية، وينشغل عن صلة رحمه وعن إكرام ضيفه. فكم من أناس يجتمعون في المناسبات العامة والأعياد فتجد كل شخص منهم مشغولا بهاتفه، لا يلتفت إلى من يجالسه أو يحدثه. فأين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا؟ أين هذا من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي يصفه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه فيقول: لم يكن أحد يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم ينصرف حتى يفرغ من كلامه. بل قد يصل الأمر ببعض الناس أن يشتغل بهذه الهواتف والبرامج وهو يقود سيارته، مما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث وإلى إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا في استعمال هذه الوسائل محسنين ولا تكونوا مسيئين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وزوجك وصحبك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، علموا أبناءكم الإحسان في استعمال وسائل التواصل، ووجهوهم وأرشدوهم وانصحوهم، تحفظوا عليهم دينهم، وتحولوا بينهم وبين مواطن الهلكة، واستجيبوا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عباد الله، حذروا أبناءكم من مصادقة الغرباء والمجهولين والمحتالين على شبكات التواصل الاجتماعي، وحذروهم من أن يرسلوا بياناتهم أو صورهم الشخصية إليهم، أو يفضوا إليهم بأسرارهم الخاصة والعائلية، فيكونوا فريسة سهلة لجرائم الابتزاز الإلكترونية. فيكون الإنسان بين أمرين: إما دفع المال حتى لا يفضح أمره، وإما الفضيحة وتشويه السمعة والعياذ بالله. فكم هدمت هذه الجرائم من بيوت، وكم هتكت من أعراض، وكم سلبت من أموال. ومن وقع ضحية لهذه الجرائم فعليه أن يتوجه ويسارع إلى إبلاغ الجهات المختصة حتى يمكنها حمايته من هؤلاء المحتالين، ولا يستجيب إلى أساليب الابتزاز التي يرهب بها. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا وسائل التواصل نعمة ونفعا لكم في دينكم ودنياكم وآخرتكم، ولا تجعلوها نقمة
ولا تجعلوها توقعكم في الذنوب والمعاصي وتجلب إليكم الشر وتدفع عنكم الخير. هذا، وصلوا وسلموا على خير رسل الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا أمر بدأ الله فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأمر به المؤمنين من جنه وإنسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على أشرف خلقك وسيد رسلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، غير خزايا ولا محرومين يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد الحق به يا رب العالمين، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على ما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفق سائر ولاة أمور المؤمنين إلى كل ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اغفر لأهل هذا الحي المبارك، واغفر لمن بنى هذا المسجد، واغفر لكل من صلى فيه، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب اغفر وارحم وتجاوز واصفح عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.